طيب ورد في المحاضرة يا شيخ ورد في الحديث ان من قتل نفسه يعذب ما قتل. نعم جاء صحة خالدا في النار مخلد صلح انه يعذب بما قتل به نفسه. ولكن خلودان ينبغي يعلم ايها الاخوة لان هذه مسألة تشرع على الناس. الخلود في النار خلودان, خلود دائم ابدا, وهذا الكفار نعوذ بالله لا يخرجون منها ابدا, كما قال جل وعلا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارج من النار. وقال يريدون يخرجوا من النار وما هم بخارج منها ولهم عذاب مقيم نعوذ بالله. الخلود الثاني خلود مؤقت لكنه طويل, خلود مؤقت لكنه طويل, هذا توعد الله به من قتل نفسه بغير حق, من قتلهن بغير حق توعده الله بالخلود. وهكذا من قتل نفسه بحديد او بسم توعده الله بالخلود. وهذا الخلود مو دائم, خلود له امد, خلود له امد ينتهي اليه كما قال اهل السنه والجماعه. ولا يخلد الخلود الدائم ابدا الا كفار. اما العصاة اذا دخلوا النار فيعذبون على قدر معاصيهم لكن لا يخلدون ابدا الابد. فقاتل النفس وتوعد بالنار والخلود فيها, وليقتل المؤمن بغير حق وتوعد بالنار ايضا والخلود فيها, لكنه خلود مؤقت له نهايه ثم يخرجون منها الى الجنه بعد ذلك. وهكذا من مات وهو زاني او يشرب الخمر او يسرق او عاق لوالديه ولم يتب وتوعدوا بالنار نعوذ بالله لكن لا يخلد فيها, ان دخلها لا يخلد فيها, وان عفى الله فعفو واكبر سبحانه وتعالى. وهكذا بقيه الكبائر نسال الله السلامه.